صدمتهم بإطلالتها في رمضان شهد المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع أسامة مروى اللي نشر شوية ستوريات صرح من خلالها إنه هو بده يربي قطة، وكان عم يسأل الجمهور على نوع معين من القطط بده إياها. نمر أيضا إلى شيرين بيتي اللي تفاعلت في مجموعة من الستوريات، وكشفت شيرين إنه هي انصدمت لما راحت لإيفنت ولقت رايان لبسة نفس عبايتها وطالعين زي التوأم. أول مرة بشوفه. روان ريان ريان تعي لهم بسرعة تعي لا يعني أنا لو حاكين مع بعض على التليفون ما كنا طبقنا الأوتفيت نفسه. تعال أفرجيكم. وقفي عادي شوفوا سيم هير ستايل لبس Oh my god. Take my soul. ننهي فقط الأخبار بإطلالة لانا ولين محمد.